زقوقوا 48 دينار استغلوا فرصة، ها استغلوا في الفرص، استغلوا في الفرص تاع الشعب التونسي اللي مسكين حاجته بالعصير زقوقوا. انا واحد من الناس ما خديتوش، سي با لابان باش ناخذ 48000 على شكون فهمت؟ معناها سترو سوم ياسر استغلوا الفرص، خاطر ما فماش رقابه ما فماش واحد. معناها قبل كانوا يعملوها كانوا ما يعملوهاش، قبل كانوا يعملوها يجي الامن في كل مسلع كل هاي يا تبيع بسوم بها بلاش. مواطن التونسي كله كذب عندهم ولا باس عليهم. تو كيلو سجوق ب 50000 يا ب 80 ياخذوها والله كلها تحنا ضرب وتشكر كان النظام طايح. اما كلها تاكل وما تفرها تكذب كلها كذب. ثم واحد ما عندهاش فلوس صابها، ثم واحد ما عنده شهريه وما عندهاش كلها كذب ولد عمي. اما المزمر اللي كيف حالته حال غيري هذا كان تلقى ما عنديش صاحب صغار وعنده تلم. اما هالمواطن الشعب التونسي كورونا نسمعك هي كون جت كورونا راه عاملك البافيت راه واحد من خمم كان في كارثه هيك ولا بس عليهم ما ثمش منه. غالي كل شيء غالي خي غالي. كل زقوق ب 40000 وهات ما تابعوا الصحفه باش تكلم ب 20 دينار خلوها عاديه وكهو الامور عاديه وكهو. لكن هاو الراو المواطنين مقبلين بالصف على الزقوق. لا مش كل اشكل ما نعرفش لهفه وبرا ما نقاطعوا الزقوق وخير تو يطيح سومو زقوق وياخذوا فيه من برا ب 3000 وب 4000 فرنك يبيعوه للمواطن ب 40 دينار عيب. حس ستريس اكثر منه الكل. الناس باش تتلهى في حكايات اخرى فهمت، تبعد على السياسه وتبعد على الكورونا وتبعد على كذا. يقول لك خليني نمشي نعمل عصيده ويفرح الصغار وكذا. ممكن تكون صوره ايجابيه ربما قد يكون رغم الغلاء رغم كذا يكون. انا من الناس اللي ما ناخذوش ب 40000. المولد زقوق 45000 ما عادش الزوالي ما عادش خالص. الواحد على الاقل يتفكر على طريقة الجديد على الأقل ما تسماش الواحد يرجع للماكلة التقليدية عصيدة تريف حار ويزي فيها البركة. 45000 شو ما عنديش 45000 زعما توا الناس يقول لك هو غالي هو ما نعرفش اللي عنده يشري. هو التونسي بصفة عامة ما تسماش صحيح يقول لك ما عنديش فلوس وما عنديش وتجي تشوف تلقاها بالصف بالعرك بالصف. جات الناس الكل كلمة واحدة الناس هذه حاجة غالية نقاطعوها شنو باش يموت الواحد ما ياكلش الزقوق. والله أنا ما زدت كهبط من الكهرباء توا وماشي باش نشوف الأسهم كان الأسهم مناسبة في بها كان مش مناسبة ما نكذبش عليك. هاك شوف السيتياسيون معناها الكونفينمون الكورونا ما خلتش معناها الاقتصاد ديجا حتى الخدمة كثرة حتى اللي يخدموا الإنسان تلقاها شهرية ناقصة. باش تجي انت شهرية تحطها في طرف زقوق ب 34 دينار كيما حسب ما سمعت ما يساعدش. كاين الأسهم مناسبة نشريها مش مناسبة ما نكتبش عليها. خذها من عندي من تو ب 40 و 50 دينار. بلا يظهر لي باش نرجع طول الكرب على أساس هذايا من غير ما نشوف. الأكثرية نشريوها على خاطر الصغيرات راه. هو المولد النبوي الشريف على العصيدة العربي نتاعنا هذيك بزيت الزيتونة وكل. اما نحن راني قلت لك كي هبطنا باش نشريو على خاطر الصغيرات كان السوم مناسب نشريو مش مناسب نشريو. كنت انا وزوجتي ريت زقوق ب 48 دينار لان 48 دينار لابد ان تضيف اليها 48 دينار في الاثنين باش تعمل عصيده تتكلف كل 150 دينار هذا كثير. يعني يمكن ان نعود الى عاداتنا اللي عشنا عليها. انا نحكي لك ابن ولد الستينات يعني كنا نقوم بهذه العصيدة العربي بالزيت والسكر أو الزيت والعسل وكنا يعني نتداولها نحملها. يعني كل عائلة عندما تعد هذه العصيدة تنادي عائلة أخرى وتجمع حول القصعة ونأكل يعني ونفرح كصغار. ولم تكن هذه كلفة يعني لا تحتمل. يعني الأسعار يعني من 30 دينار إلى 50 دينار هذا شيء مؤلم ولابد أن يقف المستهلك إليه. يعني أنت خذيت زقوقو؟ لا لم أخذ واتفقنا أنا وزوجتي أن باش ناخذ شيء من اللحم ونعد يعني عصيدة بالمرق. زقوقو غالي برشا غالي شيء من وراء الخيال فهمتي نار شعلة فيه فهمتي. هذاك هو المولد فهمت المفروض نعملوا العصيدة الزقوق والعصيدة العربي نتاعنا فهمت الله بزيت الزيتونة والزبدة كالجو العربي قبل خير من الزقوق. من المفروض الإنسان كي راه حاجة غالية يبعد عليها أي حاجة غالية يبعد عليها فهمتني تو ترخص حتى تطيش في الزبلة
فهمتني؟ خاطر كل انسان يرى حاجه غاليه يبعد ما يشريهاش مهما تكون السوم نتاعها، ترخص الناس كل تشري، اما باش تخليها هكاك غاليه وتشري والاخر يشري وكذا، اللي عنده فلوس اللي عنده فافاري يشري، واللي ما عندهش فلوس مسكين يقعد يموت بالشر، فهمتني؟ من المفروض كي تغلى الحاجه الانسان حتى واحد ما يشري، فهمتني؟ هذا نعرف كل الناس كل يد واحده ترخص. زاد حتى المواطن التونسي عنده نصيب في الحكايه هذه. لعبته ملوه برشا، هو عرض وطلب. لعبته وتخليه يطلع 48. انا واحد من الناس شفت عمل دوره ما فماش ما سوم ما يعجبنيش ما ناخذهاش. يا ولد عمي عصيده عربي ترف زيت وفيها البركه ويشرب على الصغار، هذاك المولد نتاعنا احنا. والمولد تنتيش هاو اللوز وهاي فيكيا وهاو زقوق ب 50 العباد كلها تكذب وبفلوس تطيح مضرب غير تحب تزين القصعه نتاعها وتاكل هنايا ام حلاوه وام ضيح. توا الدنيا مريضه واحله. ونقولوا احنا ان شاء الله ربي يشينا كل شيء. العباد تخمم كان في زقوق وتخمم في اللوز والفياك القاصعه كلفها 200 ب 300 دينار. والزول ترفع سيده عربي هذيك السنه نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذيك السنه. عمر كله كذا بايع حلاوي هاي واحد ناكلوا فيها في سيور الوقت. ها الحلاوي هذيك الكل حكايه فرخ. وشبرها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يفكنا من المرض هذا. تو شبرها عجيب الجمله. بالنسبه للمولد هو معناتها لازم ننظروا له كقيمه دينيه انسانيه. قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ربي سبحانه وتعالى اختار ونزل القرآن من أجله وأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. نتبع سنته اللي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى التعاون بين البشر. وربي خلقنا شعوبا وقبائل وأمرنا أن نتعاون. يعني نبتعد عن كل ما هو معناتها تحارب أو عداوة أو حروب أو انفعالات، ونتعاون ونعمل معا من أجل إعمار هذه الأرض أيضا ورفع مستوانا معناتها الاقتصادي والثقافي والتربوي والعلمي إلى غير ذلك. أما مسألة حصر معناتها المولد النبوي الشريف في هذه الأكلة فهذه معناتها ليست يعني هي الغاية في حد ذاته. صحيح أنا نفرح ربما يعني أن تقدم محاضرات تهم حياة الرسول والصعوبات التي لقاها من أجل القيام بالدعوة والإسلام الآن. الإسلام الآن الذي يحارب باسم الإرهاب وباسم الداعشية إن شأنا يعني، وأن يعيد المسلمون يعني ما بين قوسين رسكلة أنفسهم و يعني السير على الطريق الصحيحة باش ما يبقوش متخلفين ويقودوا شعوبهم إلى الأفضل. يا رسول الله ربي قال خير الخطائين التوابين، فنحن لسنا بأنبياء ولسنا برسل، ونحن نعمل ونخطئ ونتقدم ونتعثر، لكننا في الغالب نحن شعوب مسلمة. وربي وعد بأن يعم الإسلام هذه الأرض، وهذا ما أراه. لأن الآن البارح كتبت مقال أنا في الفيسبوك، كان الإسلام يدخل عن طريق الفتوحات. فتوحات هنالك ما يسمى المجاهدين أو المقاتلة إلى غير ذلك، الناس تتنقل عبر الإبل وبالسيوف وتنقل وتنشر الدين. الآن الدين الإسلامي أصبح ينتشر بوسائط معرفية جديدة، ويدخل تدخل إليه نخبة، يعني ناس يدرسوا علم اللاهوت في أوروبا، وناس يعني يراوا سلوك المسلم الحقيقي. فربما وإن شاء الله هذا سيكون أنه بعد 200 سنة ربما هذه أوروبا التي تعادي الإسلام كما انهارت رئيس فرنسا و التحريض على العداوة بين الشعوب ستصير مسلمة، لأنه هو دين الحق.